كما كتعرفوا حنايا في هاد لاشين كنهضروا بزاف على الصوت الموسيقى كل ما هو مسموع. اليوم غادي نهضروا شويه على ليماج. كيف ما كتلاحظوا العشرين اكثر حاجه مزينه هاد الفيديو هذا اللي انت كتفرج فيه وباقي ما قلت حتى شي حاجه مفيده وانت باقي كتفرج معايا لحد الان هي الاضاءه اللي في هاد الفيديو هذا. كيف ما كتشوفوا واحد شويه ديال الغوص ضارب ليا على وجهي واحد العيبه شيبيه تمايا داكشي كيبان مهيئه العشرين. انا عارف هاد الفيديو غندوي فيه على ليماج اكثر من الصوت مع العلم ان الكونتوني ديالنا الصوت ولكن ما نساوش بلي ليماج كتكمل الصوت. بالمناسبه كنبغي نشكر نان لايت اللي سبونسوريزاو هاد الفيديو وصيفطوا لينا واحد الاضاءات اللي سبونسوريزوني بهم في واحد الميوزيك فيديو اللي صيبته كامل غير في الدار. لكن الاضاءه لعبت واحد الدور كبير باش انها تزين لي الفيديو كليب ديالي. اول حاجه استعملتها باش نصور هاد الكليب هذا هي واحد التوب كحل درته ورايا. من بعد استعملت بافو تيوب اللي هما هاد الاضاءات اللي قدامكم من شركه نان لايت. وكيف ما كتشوفوا معايا هنايا شي لقطات في الكليب تيبان لكم بحال البرق تضرب ليا على وجهي، وهذا الافيك كيجي زوين بزاف في الكليبات لانه كيبان بحال كيتحرك مع الموسيقى، الشيء اللي تتخلي ليماج ديالنا تبان ديناميك وتخلي المشاهد ما يملش. وباش ندير هذا الافيك هذا استعملت هذه الاضاءه اللي قدامكم. هذه الاضاءه الجوده ديالها عاليه بزاف ماشي داك الشيء العادي، هذاك الشيء علاش الحجم ديالها ثقيل في الصراحه، وهذه خصك واحد تريبود اللي هي صحيحه باش تشدها لك مزيان. الحاجه اللي عجبتني اكثر في هذه العيبه هذه هي اغلب الناس اللي تيخدموا ليماج كيتشكاو من الصوت ديال الفرفاره لان الإضاءة كتكون سخونة بزاف وهاد النوع ديال الإضاءات تكون فيهم واحد الفرفارة. أغلب الإضاءات من هاد النوع هذا كتكون ديك الفرفارة كدير صداع بزاف. هذه من الحوايج اللي عجبني فيها دابا وأنا مستعملها تقريبا شي شهرين وثلاث شهور أنها ما كدير لا صداع لا حتى شي حاجة، وهذه واحد العيبة اللي زوينة. زائد أن هاد العيبة كتقدر أنك تكونيكطيها مع السوفت بوكس. السوفت بوكس كاليتي ديالها عالية بزاف، داكشي علاش الثمن ديالها ما غاديش يكون رخيص بزاف، وغالبا بزاف منكم غيكونوا شافوها في الاستوديو اللي هما بروفيسيونيل ديال بصح اللي تيستعملوها في تصوير الفيديو الاعلانيه وداكشي اللي هو بروفيسيونيل اولا حتى صناع المحتوى اللي كيبغيو لاكارت ديماج ديالهم تكون طالعه بزاف اولا الكليبات اولا حتى الافلام. صراحه تجربه معنا لايت عجبتني ماشي حيت سبونسر ولا شي حاجه وانما لاحظت بانهم هما تركزوا على لاكاليتي بزاف. درجه الاضاءات كاملين اللي وصلوني توصلوا معاهم واحد السيكان ديالهم اللي هما بروفيسيونيل تيخليوك تنقل بهم بطريقه سهله اولا تجمعهم بطريقه اللي هي سهله، وحتى الكاليتي ديال التوب واعر بزاف. ومهم داكشي عجبني بزاف صراحه. وانا مع استوديو عندي هنايا ضيق صراحه كينفعوني بزاف هاد السيكان حيت كنجمع فيهم الماتريال مورا ما كنسالي فيه. حتى لهنايا كلشي زوين في الصراحه كلشي عجبني. الحاجه الوحيده اللي ما بغيتكمش تصيدوا فيها العشرين هي ان السوفت بوكس اللي خديت والاضاءه الكارت ديالهم واعره كلشي زوين، ولكن للاسف انايا ما غاديش نستعملهم بزاف لان الحجم ديالهم كبير بزاف اكثر من القياس وما عنديش فين نحطهم لدرجه ان ديك السوفت بوكس ما كتدخلش ليا حتى مع الباب. يعني الناس اللي ما عندهمش اسباس كبير ما نصحهمش بهذه الانواع ديال لي سوفت بوكس. بالنسبه للناس اللي عندهم ستوديو ولا عندهم غير اسباس كبير ولا كيصوروا فيديوهات في الصالون ولا في بلاصه اللي هي متسعه ننصحهم بالسوفت بوكس لان الكاريتي ديالها صراحه واعره بزاف وغتلعب واحد الدور كبير في الكاريتي ديماج في الفيديو ديالك، غير هو خاص تكون عندك مساحه باش تخدم بها مرتاح. وبلاتي هادو مساكنتيش ما هضرت عليهم، هادو واحد تريبيات صغيورين كتقدر انك تفيكسي بهم هادوك لي بافو تيوب. المهم هاد الفيديو العشرين كان صورة عامة على البلان، ما شرحتش لكم بلا ديتاي كيفاش تيخدموا هادوك لي باف يوتيوب، شنو هما الميزات ديالهم، هذيك قوة الهضرة بزاف، ما كاينلاش نشرحها لأنه كاينين بزاف ديال الناس شارحين هادشي ديجا في يوتيوب، بحال مثلا لي باف يوتيوب راه كتقدر أنك تكونيكتيهم مع التليفون ديالك، كاين فيهم دي تيم، فيهم عاوتاني تقدر أنك تحكم من الضوء واللون ديال الضوء غير من التليفون ديالك، كاينين بزاف الميزات، ألوغ الناس اللي مهتمين غنخليكم الأسماء ديال لي برودوي لتحت، ما عليك إلا تشد السمية ديال البرودوي كوبي في يوتيوب وقلب عليه كثر عرف عليه معلومات كثر، أولا دخل سيت اوفيسيال ديال نان لايت حتى هو غادي نخليه لكم في الديسكريبشن وتما غتلقى كاع المعلومات اللي غادي تحتاجها نورمالمون. هادشي اللي كان في الفيديو ديال اليوم، كان معكم كابريم، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. بيس.